اتحاد الجودو الفلسطيني قرر في جلسته الأخيرة تأجيل الانتخابات اللي كان مقرر ليها العام الحالي إلى العام القادم، وده طبعا بعد تأجيل أولمبياد طوكيو من 2020 لتبقى 2021 عشان خلاص يكون وفقا للميثاق الأولمبي. كان في اجتماع مهم لمجلس إدارة اتحاد الجودو الفلسطيني برئاسة معاوية القواسمة، وتم دعوة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية وأمين الصندوق وممثل عن الهيئة الإدارية المركزية اللي هي زي وزارة الرياضة عندنا في مصر. وتم خلال الاجتماع التمديد للجنة المعينة برئاسة معاوية القواسمة ومخاطبة الاتحاد الدولي للجودو والاتحاد الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية عشان طبعا يعرفوهم بهذا القرار وكل اللجان الأولمبية الآسيوية بأن خلاص المجلس المعين هو فقط المعتمد لإدارة نشاط الاتحاد. قرارات الاجتماع كان فيها جزء كبير تنظيمي ودراسة الخطة الفنية لعودة نشاط الجودو في